اتفضلي الحاج عرفي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ام احمد الفاوي محمود سليمان. ابني اعتقل يوم 12 سنة 94. دخلوه في قضية طلائع الفتح. ودخل محكمة عسكرية. والمحكمة العسكرية برأته. وبعد البراءة اتحكم ظلم في عهد حسني مبارك وفي عهد حبيب العدل. هو طلع براءة يعني دخل قضية وطلع براءة؟ وطلع براءة. طلع براءة. لا ما روحوش. اعتقلوه. اعتقلوه كم سنة؟ اعتقلوه يجي 12 سنة. يعني من 94 لسنة 2000 وكام؟ 2002 ولا سنة كام؟ اهو طلع في 12 سنة. 12 سنة. وانا اجري واعمل تظلمات واعمل ان ازاي ابني محبوس لغاية دلوقتي وما عرفتش عنه حاجة. الظلم عادل عادل مع حسني مبارك وحبيب العدلي. يعني ما كنتش حتى عارفاه في السجون، مش لاقياه في السجون. رحت كل حتة، رحت وادي نطرون، وادي نطرون 2، وادي نطرون 1، رحت الفيوم، ورحت كل حتة عشان ألف عليه. وفي الآخر خالص اتضح لي إن هو في السجن العقرب. وبعد كده بقى لف السجون كلها. يعني ده يعني انت اتحرمت منه؟ يعني هو حتى معتقل واتحرمت منه؟ اتحرمت منه سنين. اتحرمت منه سنين. بقيت امشي في الطريق وانا بعيط واقول ابني فين؟ انا نفسي اشوفه. ولا بقيت عارفاه مريض ولا عيان ولا في ايه. سنين وانا محرومه منه. ولما صرحوا لنا الزياره بقى يعني من سلك بيني وبينه ضرفات عشان ازوره عشان ادخله لقمه العيش، وما كانتش بتوصل له. لقمه العيش ما كانتش بتوصل له. كانت الظلمه تاخدها وتاكلها. يعني انا عملت المستحيل في السجون، ما خليتش ولا سجن ما لفيته. وبقيت الف ويرمونا زي الكلاب. الكلاب يرمونا. رحت مصلحه السجون، رحت في كل حته قدمت شكاوي، وكل واحد يرميني كده وده يرميني كده. وانا ام، انا ام ظلموني، ظلموني وظلموا ابني. ظلموا ابني في الايام اللي انا شفتها السودة بتاعت حسني مبارك وحبيب العدل. ده نهايته ايه ده؟ يعني حرام حرام. دلوقتي الحرامية طلع براءة، واللي ابني ما كانش من صف اي حاجة كان واخد حكم. طلع براءة وسجنوه. يعني ابنك طلع براءة وسجنوه. اعتقلوه. محكمة عسكرية. فين المحكمة العسكرية بقى؟ اللي بياخد براءة من محكمة عسكرية يتحبس تاني؟ يتحبس تاني ازاي؟ ده عمر يا حاجه 12 سنه اعتقال. اعتقال. انا شفت المرار. الحبه اللي خرجوا الحبه اللي خرجوا خرجوا مريض. مريض والله. كان عنده ضغط بيعلى عليه، كان بيقتله في البيت. حتى علاج ما كنت لاقياله، ولا كنت بدخل له علاج، ولا كنت بعمل له اي حاجه. شفت الظلم قد ايه؟ ظلم ده ولا مش ظلم؟ محكمة عسكرية. فين المحكمة العسكرية اللي بتبرق بقى وتعب الثاني؟ يعني ربنا يعلم انا عملت ايه في السنين دي. ناوية ترفع قضية لحسني مبارك وحبيب العدل يا حاج؟ ارفع قضية على اي حد سجن، اي حد مظلوم، مش بس ابني. اتظلمت ناس كتير. طب ايه رايك في عدم محاكمة حسني مبارك لحد الان؟ واللي موجودين في السجن اولاده عايشين في رفاهية شديدة. داخلة لهم ثلاجة. داخلة لهم كل حاجة. ابني ما كانش لاقي لقمة العيش ياكلها. هم داخل لهم حاجه ساقعه، داخل لهم علاج، داخل لهم كل حاجه، لكن ابني كنتش بعرف ادخل له لقمه العيش ياكلها. العلاج ده لابد لاي حد يتعالج يعني. والله انا كان ما يدخل لابني. لا ما كانش بيدخل. ما كانش بيدخل لابني. كنت اقول لهم عنده الضغط وعيان، حرام عليكم، ارحموه، الضغط بيموته. ولا كانوا بيرموه قدامي. يرموه يقولوا لي روحي يلا شوفي لك سرحه بعيد. اي لقمه العيش ما كنت. كان مره والله رحت له زياره في الفيوم. حطوا الصابون على الاكل، قطعوا الصابون والربسه على الاكل. بتقول له حرام عليك ياكلوا ازاي ده؟ قال لي ان شاء الله مع انه كلوا. والله في سجن الفيوم، يعني سجن الفيوم رحت له كان عليه كذا بوابه. دلوقتي ابن حسني عنده بوابات زي ما انا كنت بشوفها. يعني حاجه عنده جيم هناك وعنده كل حاجه. حسني مبارك بتروح له الدكاتره اشكال والوان. ابني كان بيروح له الحاجات دي. ده حرام، ده حرام اللي عملوه فينا ده. أيوة. ويعني ظلمنا. كنت غلبانه مش لاقيه لقمه العيش. كنت بفطر رمضان وانا ماشيه في الطريق وانا رايحه ودي لقمه لابني. حسبي الله ونعم. يعني كام رمضان وانا اروح والف في السجون.
عشان ابني، مش بس انا، كل الناس كانت تروح معانا وتطلع علينا الكلاب وتطلع علينا العساكر وتطلع علينا الضباط تضربنا، ساعات نقع على وشنا ونقع على جنبنا ونقوم ونقعد عشان ندخل مع واحد مسجون زيه لقمة العيش، ويا دخلت يا ما دخلتش. يبقى احنا شفنا ايه من ده كله؟ شفنا عذاب ما حد شافه. فين نرحم؟ مين يرحمنا ومين يرحم الناس دي الغلابة دي؟ احنا غلابة مش لاقيين لقمة العيشنا كلها، لا معانا مثلا معاش بناخده ولا معانا حاجة بناخدها، معانا فضل الكريم. فين اللي معانا؟ انا ما كنتش لاقية، كنت بستلف منك ومن غيرك عشان اروح اجيب لقمة العيش لابني، كنت بروح اشتغل امسح سلالم عشان اجيب لقمة العيش. عشان انا ما معيش خالص، بقيت انا بقيت اعمل التظلم بفلوس، اروح الزيارة بفلوس، اروح كل حاجة بفلوس، كنت اشتغل انا وبنتي عشان اجيب له لقمة العيش واكل انا وهو. 12 سنة اعتقال. 12 سنة اعتقال. عملت ايه في 12 سنة ومحكمة عسكرية؟ ده اللي انا بعد البراءة و12 سنة حكم وما خدت الابيض ولا اسود. حسب الله ونعم الوكيل. ابوهم مات بعد ما هو يعني ربنا شاف العذاب، ابوه راجل ارزاقي كانش يلاقي لقمة العيش، وابوه مات وهو في السجن برضه. ابوه مات وهو في السجن، يعني ربنا يعلم احنا عايشين ازاي وحنا ازاي. يبقى الواحد يعمل ايه؟ ده يعمل حاجات كتير. ابنه كان في السجن، مش هو اللي كان مسجون؟ ابنه ده احمد متسجنش. هو كان راجل غلبان، راجل كبير في السن، كان ارزاقي مش لاقي. حسب الله ونعم الوكيل. وتقول لي حسن مبارك وحبيب العدة، ظلمونا اخر ظلم. حتى معاش السادات بقيت اقدم فيه ما كانوش مطيلونهولي. اليوم ما طيلوني 60 جنيه. فين بقى العدل بقى؟ فين العدل بقى؟ فين العدل دلوقتي؟ دلوقتي واحد يروح يتحبس بتروح له تلاجة، بتروح له حاجات بقى ايه؟ فهي بقى عايز مية معدنية وعايز مية مش عارف. من عيالي ما كانوش، ابني وعيال ناس تانية ما كانش طايلة حتى مية من اي حاجة، من مجاري، من اي حاجة ما كانش طايلها الناس. شافت اللي ما حد شاف. 12 سنة واحنا في الظلم، الامات كلها والابات كلها كنا بنقف قدام السجن زي الكلاب. احنا معاملتنا كانت معاملة الكلاب. حسب الله ونعم الوكيل. يعني اللي شفته ما حد شاف. انا ام وشفت اللي ما حد شافه قدام السجون، ترى ابو زعبل، كل حتة رحت، الفيوم، ما فيش، الواد الجديد والعقرب وضمنهور، كل ده رحته. وانا بقيت ما كنتش لاقي اجرة العربية، كنت بترقب كده للناس عشان تسلفني القرش اروح ازور ابني اشوف، وساعات ما اشوفوش، والله ساعات ما كنت اشوفه يا ابني. عايزة حاجة تقولي حاجة بالنسبة لزوجك، حاجة تانية على موضوع المأساة اللي هي